السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة أم إسلام أحمد. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كل شيء بخير؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نوجد معكم واحد الطاطا على شكل ديال نمبر كيك، على شكل قلب بحال اللي كتشوفوا. مهم سهلة صراحة، ماشي صعيبة. شنو كدي شوية الوقت وصافي، يعني خصكو يكون عندكم الوقت بحال اللي كتشوفوا. أنا عملت بلا عبر، بلا قطعه، بلا والو، غير جبرت واحد الكرتونه فاش عدت الجينواز وعملت القالب الكرتونه وصافي، وقطعت عليه بحال اللي كتشوفوه. المهم هادشي كامل غادي تشوفوه معايا في الطريقه ديال التحضير ان شاء الله ربي، ديال الطارطا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هذا ما كانش حل صراحه، ما صورت، كتجي لساني تقال على الهضره. المهم هذا الفيديو ديالي ديال اليوم ان شاء الله، ديال الطارطا ديال نمبر كيك على شكل قلب. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وبالنسبه لاول مره غيشوف القناه، نتمنى ان شاء الله دعمني بالاشتراك في القناه وضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله دائما. شكرا بزاف، السلام عليكم. وندوزوا ان شاء الله لطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نبداو المقادير ديال الجينواز ديالنا، ديال الطارطه اللي شفتو. المهم غادي نخدم طبقه بطبقه، غادي نخدم الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. غادي نعطيكم مقادير ديال طبقه وحده، وانتم ان شاء الله يا ربي غادي تخدموا جوج بحال اللي غادي نعمل انا. المهم غادي نعمل في العبر ديال هاد البلاطو هذا بحال اللي كتشوفوا، باش ما غادي نقطع الكباري على حساب الشكل ديال القلب، غادي يعطينا الشكل بحال اللي شفتوا. المهم عندي في المقادير 4 ديال البيضات بحال اللي كتشوفوا، بحراره المطبخ ضروري يكونوا بحراره المطبخ باش كيطلعوا لنا مزيان. عندي 120 غرام ديال السكر، هاي بحال اللي كتشوفوا، وعندي هنايا 120 غرام ديال الطحين ديال الدقيق الابيض. بالنسبه اللي ما عندوش الميزان بغى يعبر بالمعلقه، يعني معلقه كدي 20 غرام، وحنايا كنحتاجو 120 غرام، يعني 6 ديال المغارف كبارين عامرين مزيان ديال السكر وديال الطحين، بحال عبر ديال السكر بحال عبر ديال الطحين. دائما القاعده ديال الجينواز كل بيضه فيها 30 غرام ديال السكر و30 غرام ديال الطحين، هذه القاعده ديال الجينواز. مهم عندي هنايا النكهه ديال الفاني، انا عندي هذه، غادي نعمل راس معلقه. بغيتو تعملوا شاصيه عملوها، انا توفرت غير على هذه سائله. عندي هنايا شويه ديال الملح، قبيصه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخل، وعندي هنايا واحد الخميره 8 غرام. مهم هادو فحال اللي قلت لكم مقادير ديال طبقه وحده، وانا ان شاء الله يا ربي غادي نضاعف المقادير، غادي نعمل طبقه هذه وغادي نزيد طبقه اخرى، باش يعني ملي تشوفوا هاد المقادير هادو ان شاء الله غادي يكفوكم لواحد طبقه اخرى وحده ان شاء الله يا ربي، يعني ضروري ما تضاعفوا المقادير. صافي عندي هنايا الباتور ديالي باش نخدم، اولا الماكينه ديالي باش نخدم. غادي نبدا ان شاء الله دابا نطرب البيضه ديالي ونمن ان شاء الله نوجد معكم الجينواز. بسم الله على بركه الله. غادي نجيب البيضه ديالي بحال اللي قلت لكم، غادي نوضعهم في الاناء اللي غادي نخدم فيه ديال الطراب، 4 ديال البيضات. غادي نضيف عليهم السكر وقبيصه ديال الملحه ومعلقه ديال الخل، وغادي نعمل راس معلقه صغيره ديال النكهه ديال الفاني. الا كانت عندكم توفره ديال البودره ديال الساشيه عملوا وحده، غادي نعمل غير راس معلقه على حساب هذا الفاني، هذا الريحه ديالو شويه قويه. مهم غادي نطرب مزيان هاد البيضه ديالي حتى يطلعوا، عاد نرجع ان شاء الله معكم باش نكملوا على الدقيق ديالنا. انا رجعت معكم بعد ما طربت البيضه ديالي، بحال اللي كتشوفوا حتى كيوليو بحال هاد الشكل هذا، يعني كيضاعف الحجم ديالهم وكيولي الخليط ديالنا شويه قاصح بحال اللي كتشوفوا. يعني مجرد انك نهزو بحال هكذا كنرسمو في العجينه ديالنا، يعني بحال هكذا واحد الرقم 8 اولا شي شكل، وكيبقى لنا الخط هنا كنعرفو البيضه ديالنا طلعوا مزيان. المهم دابا غادي نجيو نكملوا على طريقه التحضير ديال البيضه ديالنا اولا ديال الجينواز ديالنا. غادي نجيبو الدقيق وغادي نجيبو الصفاي ديالنا. الدقيق ضروري بالنسبه اللي قلت لكم في الوصفات ديال الجينواز كاملين خصو يكون مغرب لجوج حتى ثلاثه ديال المرات. غادي نضيف معاه ديك الخماره ديالي، بسم الله غادي نضيفو بحال كتشوفوا. في هاد الاثناء الفران ديالي كيسخن،
عملته يسخن باش الجينواز ديالي ما تعطلش الطياب. غادي نجيب هذا ديال الطرب اليدوي وغادي نخدم الدقيق ديالي بحال هكا من الفوق للتحت. الجينواز دائما كنخدموه من الفوق للتحت. بغيتو تدخل تخدموه ب معلقه ديال الخشب اولا معلقه ديال شي معلقه يعني اخرى، ولكن انا فضل كنفضل نخدم هذا حيت كيهز ديك الكميه اللي كتبقى لتحت كامله بحال اللي كتشوفوا. واخا تشوفوا الخليط ديالكم راه شويه سائله ولا هكذا كتجي جينوز يعني. هذه الخدمه ديالها، سبق لي خدمت معكم جينوز بزاف ديال المرات. صافي غير الشكل غير من الفوق للتحت بحال هكذا بلا ما تبقاو تدوروا فيها باش ما كتشدوش ديك الثقيبات اللي كيعمل البيض ديالنا، باش كتخليه البيض يعطي نتيجه افضل. غادي نجيب دابا بلاطو ديالي اللي غادي ندخل الفران، غادي نحاول نخوي فيه الخليط ديالي. من بعد ما فرغت الخليط ديالي بحال اللي كتشوفوا وزعته كامل على بلاطو، كنحاول انني نوزعو بشكل متساوي بحال شفتوا بحال هكذا. دابا غادي ندخلها للفران اللي سخون من قبل، غادي نشعل عليها الفوق ومن التحت وغادي نعست عليها باش ما تحمرليش بزاف، وغادي ندوز ان شاء الله نوجد طبقه اخرى بلا ما نصورها معكم يعني معروفه. هذه غادي ندوبلوها على جوج، وغادي ندوز ان شاء الله ملي نوجد هذو بجوج غادي ندوز نوجد معكم الكريمه. انا رجعت معكم بعد ما طابت لي الجينواز ديالي، بردت وقلبتها شويه باش كتساعدنا اننا نخدموها. المهم الا ما كنتوش غادي تعرفوا تقلبوها خليوها بحال هكذا. وهنايا وجدت الثانيه، ها هي بحال اللي كتشوفوا الطبقه الثانيه، ها هي غادي نرد ان شاء الله الطيب ونوجدوا كريمه مع بعضنا. السلام عليكم، بعد ما طيبت الجينواز ديالي رجعت معكم باش نوجدوا كريمه مع بعضنا. عندي هنايا 4 كيلو اولا 300 غرام ديال فريسه بحال اللي كتشوفوا، غسلتها باقي غادي نقيها ونحكها في الرقيق يعني مزيان. من الافضل ما طحنوهاش في الطحانه، على حسب الا طحنتوها كيولي اللون ديالها باهت، حكوها غير في الحكاك الرقيق. المهم 300 غرام اولا 4 كيلو. عندي هنا جوج اوراق ديال الجيلاتين بالنسبه اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموا بجيلاتين. عندي هنا 3 معالق كبارين ديال السكر سنيده السكر العادي، وعندي هنايا واحد كريمه ديال الموس هذه ديال الشوكو ديال الفريز بحال اللي كتشوفوا. غادي نخدموها مع كاس ديال الحليب بحال هكذا، غادي نخدموها ان شاء الله مع كاس ديال الحليب. بالنسبه الى كان عندكم كريمه ديال هلاله اولا كريمه سائله ما استعملتوش هذه الكريمه هذه ديال الموس، ضروري تزيدوا واحد دانون ديال الفريسه. ولكن الى كانت عندكم هذه الكريمه فيها يعني بحال هذه ديال اللي كتخلط مع الحليب بحال هذه ديال الموس، ماشي ضروري انكم تضيفوا دانون ديال الفريسه. المهم جبت هنا واحد زليفه فيها الماء، غادي نهرسوا جيلاتين وغادي نعملوه فيها باش كيرطب. المهم عملته بحال اللي قلت لكم في زلافه ديال الماء، ها هو غادي نخليوه حتى يترخى عاد غادي نخدموه. دابا غادي ندوز نحك ان شاء الله فريسه ديالي ونتلاقى معكم. انا رجعت معكم بعد ما حكيت فريسه ديالي بحال اللي كتشوفوا، وعندي هنا السكر ديالي غادي نخلطو معاها، وغادي ندوز نوجد دابا الجيلاتين ديالي. بالنسبه للجيلاتين انا عملت شويه ديال الماء في كسرونه كيطيب بحال اللي شفتوا شويه ديال الماء. غادي نصفي ديك الجيلاتين من الماء مزيان وغادي ننزلو عليه بحال اللي قلت لكم. جبت ديك الماء ديالي اللي في الكسرونه اللي غلا، غادي نصفي مزيان هاد الجيلاتين وغادي نوضعو في كسرونه وغادي نبقى نحرك. نجيب واحد المعلقه وغادي نبقى نحرك حتى يذوب ديك الجيلاتين ديالي، ها هو بحال اللي كتشوفوا تيولي بحال الماء. خصنا ضروري نحيدوه من فوق البوطه، غير كيغلى الماء في البوطه كنحيدوه بحال اللي كتشوفوا. صافي دابا غادي نضيفوا على هاد الخليط ديالنا ديال الفريسه مع السكر، غادي نخلطو مزيان بحال اللي كتشوفوا هاد العناصر، نخلطو مزيان. غادي نجيبو دابا السلوفان ديالنا وغادي نغطي على هاد الكريمه وغادي ندخلها تبرد لمده ديال نص ساعه حتى
تنسى على الارض، المهم غير في الثلاجه ماشي في الفريكو، باش كتعقدنا شويه عاد كنخلطوها مع الكريمه ديالنا. نغطيها بالسلوفان نعملها في الثلاجه، وغادي ندوز باش نطلع الكريمه ديالي مع الحليب. بالنسبه للكريمه ديالنا غادي نعملو عكاز الحليب، وغادي نعملو الكريمه ديالنا فقط، ما غادي نعملو لا سكر لا حتى شي حاجه، غادي نضيفو حتى شي حاجه، صافي غير الكريمه ديالنا، غير هذه الكريمه ديالنا مع الحليب وصافي. غادي نطلعوها مزيان، من الافضل يكون الحليب بارد مزيان باش كطلع طريا. المهم غادي نطلع ان شاء الله مزيان ونتلاقى معكم باش نكملوا طريقه التحضير، ونوجدوا الطرطه ديالنا كامله حيت الجينواز واجد، كلشي واجد. المهم نطلع كريمه ورجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما عقدت لي كريمه ديالي بحال اللي كتشوفوا، وطلعت الكريمه ديالي ديال الموس بحال اللي كتشوفوا، هي طلعت مزيان واقفه، خصها تجي بحال هكذا يعني واقفه. دابا غادي نحيد السلوفان هاد الفريسه ديالي، وغادي نضيفها، شوفوا كيفاش عقده، غادي نضيفها على هاد الكريمه ديال الموس ديالي بحال اللي شفتوا، نضيفها كامله. نطرب هاد الكريمه مع الموس ديالنا، عاد ان شاء الله ندوزو باش نكملو التحضير ديال الطرطه ديالنا. صافي الكريمه ديالي ها هي، طلعتها مزيان، خلطت كريمات بجوج مع بعضو، وجدت هنايا الحاجات اللي غادي نعمرو بهم، وجدت الكيك ديالي، غادي نقرب معكم من قريب باش تشوفوا شنو موجود هنايا باش نكملو التحضير ديال الطرطه ديالنا. انا رجعت معكم، شوفوا شنو يعني وجدنا كلشي، الحشوه ديال الطرطه ديالنا والتزيين وكلشي. هنا عندي كريمه ديالي انا عملت في البوش، هي اللي غادي نخدم به بهذا الزواق ديال النجيمه. عندي هنايا فريسه مقطعه قطع صغيره، وقرقام مقطع قطع صغيره، هادو غادي نعملهم في الحشوه لداخل. وعندي هنايا فريسه هذه صحيحه، وهنا قرقا حتى هو صحيح يعني الحبه صحيحه، هادو حتى هما غادي نعملهم ان شاء الله في التزيين. عندي هنايا كيكس بالنكهه ديال الفريسه، ها هو بحال اللي كتشوفوا من داخل عنده نكهه في الغوز. وعندي هنايا هادو حتى نشوف فين غادي نعملهم، حجه ديال السكر. مهم عندي هنايا الحليب، غادي نسقي بالحليب، بغيتو تعملوا السيرو عملوا السيرو، انا غادي نستعمل غير الحليب، ما بغيتش نعمل السيرو حيت السيرو حلو، وانا وجدت كلشي يعني فيه السكر، بلاش غادي نعمل غير الحليب وبارد، وانتوما كتعملوا اللي بغيتو. بالنسبه للكيك ديالي ها هو بحال اللي كتشوفوا، قطعته عملت واحد كرتونه، عملت بحال الشكل ديال القالب وقطعته، عملته هنايا في الطبقه الاولى، هنا الطبقه الثانيه ها هي، وديك الجناب اللي بقاو لي ها هما بحال اللي كتشوفوا لتحت، تنهز هذه وغادي يظهروا ديك الجناب اللي بقاو لي في الدور من قطعت، هادوك غادي نعملوا بهم ان شاء الله الطبقه الوسطانيه، يعني ما غاديش يبانوا. المهم دابا ندوزو نوجدوا الطرطه ديالنا مع بعضيتنا. بسم الله على بركه الله، نبداو المونتاج ديال الطرطه ديالنا. غادي نجيب اول حاجه الحليب، المهم انا استعملت هاد البلاطو هذا، ثم استعملوا اللي توفر عندكم. انا بصراحه عندي بلاطو ذهبي هذا، ولكن جاني شويه صغير في العرض، فلهذا استعملت هذا مربع. المهم غادي نسقي، المهم بعد ما سقيت الكيك ديالي بحال اللي شفتو بحال اللي قلت لكم، بديت كنعمل الكريمه ديالي بحال هكذا حيت كنوقف لي التصوير وما عرفتش فين نوقف. المهم غادي نكمل الدوره ديالي كامله، وان شاء الله نرجع معكم باش نكملوا التحضير ديالنا. انا رجعت معكم بعد ما دورت الدوره ديالي كامله، دابا غادي نجيب فريسه اللي قطعت قطع صغيره، غادي نترش شويه، وغادي نخلي شويه للطبقه فوقانيه. المهم بحال اللي كتشوفوا غادي نعملوا فريسه، وغادي نعملوا الكركاع، وغادي نعملوا شويه ديال الكيكس باش كتجي المذاق ديال الطرطه ديالنا مزيانه. غادي نزيد شويه ديال الكركاع، اللي كتشوفوا بحال هكدا، صافي. غادي نزيد شويه ديال الكيكس،
غنضيف بعض القطع ديال الكيكس. لحقاش هاد الطرطه اولا هاد الطرطه ديال نمبر كيك ما كيعملوش غالبا الطبقه المقرمشه، كيعملوا فيها غير هاد الشيء هذا. مهم فتت كيكس طريفات. دابا غادي نجيب هذيك الطبقه ديالي، ولكن ماشي هذه اللي صحيحه، غادي نجيبو هذه اللي بقات عي طريفات، غادي نحاول نعوضها. اللي كتشوفوا انا على حسب قطعت على حسب الكباري اللي عندي اللي عدت به، اولا على حسب الطابع اللي عدت به ديال القلب. صافي غادي نعملو بحال هكذا. بحال اللي كتشوفوا بحال هذا الشكل هكذا. المهم خصكم تحاولوا تعوضوا الكيك ديالكم مزيان وصافي باش كيجي مزيون. المهم بحال هكذا، الا بقى شي طريف يعني كنعوضوه. غير بيدنا كنتحكموا في هاد الطبقه حيت كتجي من الداخل ما كتبانش بزاف، يعني غير بيدنا كنتحكموا فيها وكنعمروا الجوانب اللي خاويين بحال هكذا. قد دابا شويه هنايا غادي نعمرها بهذا. صافي بحال هذا الشكل هذا. مهم باش كتجي هذه الطبقه الثانيه ما كتجيش باينه من الداخل. حنا باقي غادي نزيدو طبقه اخرى من الفوق اللي واضحه ومعوضه. مهم نكمل دابا نفس الطريقه، نسقيها بالحليب ونعاود نعملها الكريمه بحال اللي عملت في الطبقه الاولى ونرجع معكم. السلام عليكم، انا رجعت معكم بعد ما كملت الطرطه ديالي. مشات لي الطريف ديال الفيديو ديال التزيين. المهم تزيينه هو باين. كملت الطبقه الثانيه والثالثه بكريمه بحال اللي كتشوفوا هي من داخل. الطبقه الثانيه والثالثه عمرت بنفس الطريقه بفريسة وكركاع وكيكس. مهم وفي الطريقه ديال التزيين بحال اللي كتشوفوا عملت كريمه ديالي وعملت كركاع وفريسة بحال هكذا وعملت كيكس بهذه الطريقه هذه. مهم كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتعجبكم هذه الطرطه اللي عملت. وبلا ما نقول لكم المذاق اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. نتمنى ان شاء الله تعملوا لي لايك واشتراك في القناه اللي بالنسبه لي يشوف القناه اول مره، ودعموني بمشاهده ان شاء الله يا ربي. وشكرا بزاف، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. شكرا بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا سلام عليكم.